المسلم ولا أيضا المسلم الذي لا يؤمن مثلا أو لا يتعاقب وعندنا مفاهيم كثيره مغلوطه اوجدناها نحن في هذا العصر. الله سبحانه وتعالى يقول النبي: افتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله ما ادى للنبي السلطه انه يكره الناس ان يكونوا مؤمنين. الله ما ادى للنبي السلطه انه يسيطر علينا، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا النبي ما يسيطر علي صلى الله عليه وسلم، يسيطر علي شيخ؟ يسيطر علي حفظ؟ ولا طبعا ولا اقتصاد إسلامي ولا اقتصاد إبراهيم ها؟ ولا اقتصاد إبراهيم المسميات اللي فيها نوع من العنصرية إن الإسلام لا يكررها أبدا. وعشان كذا أفضل الاقتصاد الأخلاقي لا مولى الإبراهيمي لأنه هو استسلم الأديان إنما تنتسب سيدنا ابراهيم المودية ولديها والفردوسية وعندهم اخلاق وعندهم حضارة متراكمة. طيب عن صالح دائما ما يثار تساؤل فيما يتعلق بالتمويل الاسلامي. التمويل الاسلامي، التمويل الاسلامي في العادة هو اغلى من قبل التمويل العادي. والفكرة التي يطلق عليها الاقتصاد الاسلامي هي أن لا يكون هناك جهالة وغرر تجاه الآخر، أن تربح بس ما يكون ربحك مضاعف
قوانين لم تطبق على أكبر مريض اقتصادي في التاريخ. جنبوا صندوق النقد الدولي وجنبوا البنك الدولي ما طبقوا على الدول الشركة. خاص طيح العالم معه. حنيجي على مصدر هذا المريض وتحليل الأزمة للأزمة المالية، لكن أود أن أسألك، سأعود إلى هذا الروح الذي تفضلت به. ما هي أيضا الأخطاء التي تعتقد أنكم ارتكبتموها خلال مسيرة بضعة قرون من العمل في الاقتصاد الإسلامي؟ أكثر من الفرصة، لكن القصة أنه الآن أصبحت المقاصد تتهافت عن الفنيين وعن المشايخ، وأصبح المشايخ خلوا في نفس السيستم يمشوا ورانا ونحن وراهم. والكسوف مين اللي يفتح والشيخ اللي يمد لنا أحسن وسائل يلاقيه يراجع 40 بنك. المطلوب يعني للأسف نحن كل التفسير والمؤتمرات والكلام والهذا بجانب الحقيقة. أنا يسفني أن أقول هذا كرئيس للمجلس العام للشؤون والمؤسسات المالية الإسلامية، لكن أنا بقول عشان نصحح عشان نبين وعشان نقول. ممتاز، هل قمتم بأدوار عملية من أجل التصحيح؟ كثير. أنكم للتو فقط اكتشفتم المشكلة؟ لا، هو عشان تشخص الدواء لازم تعرف ايش الداء، وعشان الداء فالآن مشخص الداء وفي كثير أشياء إن شاء الله ربنا يوفق فيها في الطريق. أعتقد بإذن الله تكون يعني المرحلة الثانية للمصرفية الأخلاقية. الحين خلاص استقريت على الأخلاقية وبتطمن من أنا أفضل أقول لك، أنا ما سميت البنوك كلها إلا بنكين إسلامي، الإسلامي الأردني والبركة البحرين الإسلامي، لأنه في ذاك الأيام عشان تقدر تشتغل لابد يكون لك قانون خاص. فاشترطوا انه يكون هو الباقي كله نطلب البركه من الله ولا ندعي من احنا الاسلام. ان اخطانا من انفسنا وان اصبنا فالحمد لله نحاول نطبق الشريعه. طيب هل تم كما قلت ايضا ان تذكر الشيخ صالح كامل عن الاخطاء التي ارتكبت في المسيره بالاضافه الى وهذا خطا ان جردناها من مقاصد. يعني انا بدات بثلاث ايات تبين مقصد خلق العباده ومقصد اعمار القوم ومقصد تشغيل الناس. في النهايه اي اقتصاد ما يعمل على الايمان وعلى تشغيل الناس ما هو اقتصاد. ولذلك حضرتك عندك تحفظ، يعني سمعت منك شخصيا في السنوات الماضيه، على انغماس الناس في الاسهم وهي التي لا تدير عجله الاقتصاد كامل. وقيلي انت بتشتري اسهم وانا ببيع اسهم، انت بعت انا خسرت، يطلعونا في التلفزيونات اليوم في تداول ب 10 مليار، خير ان شاء الله، خلقنا وظيفه واحده؟ انبتنا شجره واحده؟ انت كسبت مليارات او ملايين او انا كسبت او انا كسبت. ما اهتمينا في دولنا بالسوق الاوليه. السوق الاوليه هي اللي توجد فرص عمل للناس وتبني مشاريع وتسوي. نحن عندنا نشاطين ضاربه جدا خصوصا في منطقه الخليج. الاسهم لانه نطينا من البنك وبنوك انواع، نحن نطينا من البنك التجاري للبورصة ونشاط بيع وشراء القرار، ما هو تطوير القرار، بيع وشراء القرار نشاط يعني طفيلي بتاخذ ربح كما بدك في أي مجموعة. أرض اشتريتها وخليتها عندي عطل الإعمار عليها 10 سنين عشان أنا اشتريتها ب 100 ريال وببيعها ب 2000 ريال. لو أخذوا مني زكاة كل سنة على القيمة السوقية حتى ما بقيتها عليها. حضرتك تميل إلى يعني أهمية فرض زكاة على الرسوم على الأراضي البيضاء. الإسلام فرض زكاة على الأراضي البيضاء لأنها عقود
ولا نظام من برلمان ولا هي مخلوقة من الله. في منطقنا أنه هو واحد مسؤول عنها. عروض التجارة معروفة ذكرتها كل المدارس. طيب إذا الآن إحنا حضرتك تعتبر أن البورصة سوق الأسهم وأن التعاطي مع العقار دون تغيير العقار هي نشاطات طفيلية تصنع أموالا لكنها لا تصنع عملا. لا تصنع عملا. ولذلك